نخليكم مع هذا الفيديو، شوفوا هذا المغربي كيفاش رد على تبون في الحوار الاخير اللي كان يقول لعمي تبون، كان يقول باللي احنا المغاربه ما كنا لهم حتى حقد وكذا. هذا هو رد على تبون، ولكن صاحبه ما عجبوش الحال. نخليكم مع الفيديو، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويخلينا لايك للفيديو. السي عاد مجي تبون بيني وبينك بينك هذا الشيء راه طوال، والحاجه ملي كطوال راه كتبخس. حنا راه حنا امه عربيه، امه مسلمه، امه لينا تاريخ عند الله سبحانه وتعالى. غدا غادي نتلاقاو ونعطيو لكل ذي حق حقه. يا سي تبون لا تحرقش الباقي، والله يجعل ربي يحفظك وينصرك على من عداك. وحنا كمن هذا المنبر هذا كنقولوا ربي يحفظه وينصره، الله ينصره ويدبر راسه وخليه ينصر من ينصر على منو اللي خلقه، منو اللي خلقه، منو اللي سيدي ربي. حنا خلينا باس نكونوا رجاله، حنا مغاربه كنضربوا الطواجن وكنضربوا الكباب وكنضربوا اللحم ونضربوا البوفتيك ونضربوا الدجاج ونلتزموا بخير وعلى خير. بغينا لكم الخير وبغينا جيراننا الخير وبغيناكم تكونوا معانا في الخط ونكونوا مع بعض. يد وحده ما كتكفيش، يد وحده غير كتصرفك. راه اليدين هما اللي كيتعاونوا ويتساعدوا بيناتنا. ومن هذا المنبر هذا على حقيقه هذا هو كلامي انا. الله يسلمك، الله ينصر تبون عليك. علاش كي قالوا قول كلمة تبون كان في باله راح يسب تبون، ولكن في الأخير انصدم يعني وناظر واحد قالوا يا أخي قلت لي قول كلمة تبون، قلت له كلمة تبون. ليسونسيالي مش مشترك في القناة يشترك في القناة.